حلو ضيفتنا اللي راحت وكانت معنا في الاستديو، وايضا يا حلو فقرتنا اللي مرت، ويا حلو اللي جاي معنا من مبدعات السوشيال ميديا والمؤثرين في السوشيال ميديا، حظت على شهره كبيره محليا وايضا دوليا، وصلت للعالميه من خلال احترافها لعالم السوشيال ميديا اللي هو ما هو سهل بتاتا، وفي كثير من المنافسات والمنافسين في هذا المجال. ابي اقول مساء الخير للمؤثره في السوشيال ميديا فاطمه شحالاتك اليوم، ما شاء الله مساءك خير. ثانك يو، مساء النور يا قلبي. يعني صراحه ما كنت بالخير، شكلها يكون نفس ما هي في السناب نفس ما هي في السوشيال ميديا. حبيبتي ثانك يو. مساءك بالخير فاطمه المؤمن، معنا اليوم في استديو عسيف، ولكن قبل لا ندخل في حوارنا معك ودنا نطلع هذا التقرير نشوفه ونرجع لك ثاني. اوكي شوف التقرير. فاطمة المؤمن شابة كويتية استطاعت أن تضع لنفسها موطأ قدم في عالم المرأة والجمال والسوشيال ميديا، مجتهدة ومثابرة وتعرف كيف وأين ومتى تعمل أو تظهر. بدايتها وقصة نجاحها بلشت من برا الكويت، شاطرة بامتياز، لها الكثير من الإنجازات وأصبحت وجه لبراند وماركات عالمية، وشاركت في إيفنتات مثل كوكاكولا، شوبرد، فوغ، بولغاري، أديداس وغيرها. يعني اسمها صار في مصاف أسماء كثيرة وتقيلة في عالم المرأة والموضة والجمال والأزياء. فاطمة اللي ما يعرفها عن قرب راح يكتشف شخصيتها وأمور تفاجئ من ناحيتها، ثقافتها واطلاعاتها وتفكيرها. دقيقة ما تقتنع بسرعة، إذا اقتنعت تراجع نفسها 1000 مرة عشان تتأكد إن قراراتها صح، لأن اسمها وايد يهمها. ردودها ليست صادمة لكنها واقعية واللي بقلبها على لسانها. خوش تقرير سريع تعرفنا فيه على فاطمة، ولو ان الكل يعرفها في الكويت، وايضا عندك فولورز وناس تعرفك من برا الكويت، وجه اعلاني لاكثر من ماركة ما شاء الله. شنو هذا التفوق؟ الحمد لله الحمد لله. يعني اذا حطيت شغلكم بشيء اجتهدتوا وتوصلون. طبعا، وما شاء الله احنا نعرف ان انت كنت في البداية عايشة برا الكويت. أي عدل. للدراسة. اي عدل. اول شيء كنت من ولدة بامريكا، بعدين رديت بعثة، درست بيونيفرسيتي في ميامي هندسة، بعدين رجعت الكويت. شيء وايد حلو. اشتغلت بعد يعني تقريبا يعني. بدايتها ينتهي من العالميه الى المحليه، نقدر نقول كذي بالضبط. اي بالضبط. شلون قدرتي تدخلين في 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 الجانب العالمي خلينا نقول وسط هذا الزخم اللي موجود هناك؟ لا شوف، انا بديت برا يعني دراسه. اوكي، وكانت تيلي وايد ايجنسيز يبوني حق موديلنج وغيره، بس احس طلباتهم كانترناشونال ما تواظب، يعني احنا ما تتفق مع مجتمعنا. فكنت اقدر اسوي اشياء بس في اشياء ما اقدر اسويها، فما تقدر توصل لمراتب عاليه اذا عندك تحفظات. وطبعا انا كان عندي تحفظات. احنا رغم ان ما شاء الله انت عشتي برا وايضا ولادتك كانت في امريكا، شلون كنا بسالك شلون قدرتي ان انت تحافظين على العادات والتقاليد والمجتمع الكويتي اللي هو انت منه؟ اي طبعا. شوفي، لما تقصدين لما رجعت الكويت؟ لما رجعت الكويت اصعب شيء، اصعب فتره كانت التاقلم حق المجتمع الجديد بالنسبه لي. لان بالضبط عادش كثرهم اليوم من امريكا كنا متحشم بالضبط، يعني نعاني صراحه لانه وايد صعب، وانا مريت بهذه المرحله الصعبه تحت الانظار. ففي ناس تقبلتني في ناس ما تقبلتني. انت دخلتي من هناك على السوشيال ميديا؟ بالضبط، انا الكويت قبل السوشيال ميديا ما اعرفها صراحه. اوكي. فانت على طول بينتي للناس بعد عودتك؟ بالضبط. ففي اشياء كانت صعبه، يعني كنت اتكلم وايد باللغه الانجليزيه. في ناس ما تقبلت هالشيء، ولكن بسرعه تعودت شنو الناس تحب. بس قدرتي تتاقلمين. خذيت الانتقاد. جميل. وطورت منه. طورت من البدايه. جميل. انت يمكن اللقب اللي تحبينه المؤثره في السوشيال ميديا. في القاب ثانيه خلينا نقول الفاشينيستا او بلوجرز ما تحبينهم نهائيا، تتحسسين من هالكلمات؟ نعم. او الالقاب هذه بلوجر زينه، بس الكلمه الوحيده اللي اتحسس منها صراحه فاشينيستا. ليش؟ هو الكلمة يعني ما فيها شيء فاشينيستا، بالعكس كانت كلمة يعني تمدحين أحد تقولين إنه شيزا فاشينيستا، بس لما دخلت على مجتمعنا بالسوشيال ميديا في ناس فهمتها، يعني قامت تستخدمها حق أي بنت. أي بنت بغض النظر عن المحتوى اللي تقدمه اسمها فاشينيستا. فأنا ما أحب أكون منضمة حق مجموعة كبيرة
الماده اللي يقدمونها مختلفه عن الماده اللي انا اقدمها. خصوصا فانا افضل انفلونسر. يعني اعمق بان انت بالاساس مهندسه. بالضبط. يعني ايه. ما انت اي واحده. واشتغلت اركتكتشر فيعني ما يعجبني ان اي احد فاشونيستا وخلاص. ناس وايد يقولون فاطمه المؤمن متعاليه ومتكبره على البنات اللي خلينا نقول في نفس هذا المجال، في مجال التفاعل في السوشيال ميديا. يعني مع زميلاتي تقصد؟ لا مستحيل، بالعكس احبهم. بس تقولين انت توت قاعد تقولين مو اي واحده فاشينيستا، واحنا قاعد نشوف مئات. انا احس لا انا احس زميلاتي اللي شغلهم نفسي هم ما احب لقب فاشينيستا حق اي احد، انا اشوفهم كانفلونسر مثلي مثلهم. تنصحينهم؟ اللي يقدمون نفس مادتي بالعكس احترام. تنصحينهم؟ انصحهم بشنو؟ إنه ما يستخدمون اللقب. أنا ما أحس إنه ينادون نفسهم فاشينيستات، يعني أصلاً كل مرة لما نقول كلمة فاشينيستا نضحك أصلاً نضحك. لقب إيه؟ جديد ويمكن يكون يعني نضحك مغلوط. يعني إيه. خلنا نسولف عن إيفنت وايد مهم في العالم. إيه. وصلتي للعالمية مع ريهانة. أي شيء مو طبيعي. شلون اختاروك؟ شلون رحتي؟ شلون كانت التجربة؟ والله التجربة كانت وايد حلوة. أول شيء إن هذه الإيفنت كانت وايد إكسكلوسيف. ويعني الكل كان موجود هناك اسم معروف صراحه. والاجمل من كذي ريانا نفسها اختارت البنات اللي يكونون بهذا الايفنت. الايفنت كانت وايد حلوه وصارت ترندنج بتويتر. صحيح. واللوك هو اللي يعني الناس حبوه وايد. اي شفنا قاعد نشوف مع المشاهدين تو لقطات عادانا صدقين متابعتك في سناب. والله شفتك وانصدمتي. انصدمت شلون رايحه الايفنت وما معها لبس؟ ما كان عندي لبس. اللبس اللي لابستها لاست سيزون، لان انا كل سنه اغطي نيويورك فاشن ويك. ففي اكسترا اخر لحظه والله حطيت اللبس كذي حذفته والله بالجنطه. انزين فلما بس الشعر لا قاعد نشوفه مع المشاهدين. شفت الشعر؟ ترى الشعر باروكه، فسوري حق البنات اللي قصوا شعرهم. وايد عجبهم، وايد وايد عجبهم هذا اللوك، خصوصا يعني اللي بالكويت عندنا او المملكه العربيه السعوديه وايد بنات طلبوا قصه فاطمه في هذا الايفنت وهي لابسه باروكه. باروكه روح. انا احب الشعر الطويل واحس اذا قصيتها لا ابكي ابكي ما اقدر، فلا لبس باروكه احسن. مميز للامانه. ايش كثر تشوفين فاطمه البنات يتاثرون فيكم؟ قصه الشعر. صح. اللبس. كثير يعني انا كل يوم لما اطلع بسناب يجي لي 1000 سؤال شنو حمرتك؟ هذا شيء ايجابي ولا سلبي؟ احسه ما ياثر بطريقه سلبيه ديفنتلي. يعني معقوله وصلنا ان بناتنا ما عندهم هذه الشخصيه اللي هم ينقون ايش يبون يلبسون يقلدون مو تقليد، كانه هو اعجاب. يعني الحين لما تكون في اعلانات حق ميك اب سواء اعلانات عالميه هم يبون الفاشن حقك فتقوم تتاثر فيه. الاكثر شيء ترندنج، يعني مثلا الحين والله ترندنج الالوان البينك، فانا اكون اول واحده اقدم لهم هالشيء واقول لهم من وين بتجيبونه. فيعني ما فيها شيء اذا كانت واحده منكم فيكم انفلونسرز نفس اللغه فيصير اسهل اصلا. ويا زين اللي بتقلدك ويا زين اللي بتلبس مثلك. بصراحه يعني فعلا مؤثره، يعني عندك ثقافه، يعني ما كأننا نقول احنا البنات في ايدي امينه. ويكون في ثقه معك اكيد مشكورة. بما انك انت قاعد تنتقين وقلتي في بداية الأمر إن أنت يعني قاعدة تشوفين العادات والتقاليد واللي بالمحمول، يعني اللي صح. مجتمعنا اللي يبونه والمكياج كل البنات يحبون المكياج. صح. الحين زاد. ايه؟ يعني عالم المكياج صار شيء يعني نفس الفاشن بالضبط. ان شاء الله يكون في شيء لك يكون براند باسمك بالياي. بس بتكلم عن البراندات الثانيه اللي طلعت، بلغاري ما شاء الله، اديداس الحمد لله. ايضا يعني ما هي ماركات سهله. بالضبط. حتى الكوكولا بعد طلعت معاهم. يعني انا بدايتي شوفي وايد كنت مركزه على الاشياء الانترناشونال، فلما تركزين على شيء معين مو بس اي انترناشونال، خلينا نتكلم فاطمه هاي ستاندرد. اي بس انا خليني اقول لك، لما تصيرين دقيقه بالمجال انت لما ما تاخذين كل شيء وتسوينه ويصير عندك لاين معين، الماركات ترى تشوف البروفايل. صحيح. تشوف السناب، تشوف الشخصيه. لما تشوف البروفايل والله فاطمه مسويه كذي وكذي وكذي ترى ما يعجبهم. ولما انا امثل بلغاري الماركه نفسها الهيد اوفيس نفسه ينقون فاطمه، مو انه يعني اي احد ماركتينج. فلما انت تنتقين شغلك كل يوم تتطورين، بس اذا تاخذين اي شيء لا هذا يوديك تحت. شنو حاطه قدام لموضوع خلينا نقول العالميه؟ اي والله عندي كم جول ان شاء الله، بس ما احب اتكلم عنه الا لما يصير ان شاء الله. اي مفاجاه لجمهورك.
ايضا بنروح الحين نتكلم عن محاور كثيره مجهزينها لك، يلا ولكن خل نروح حق هالفاصل نريح شويه ونرجع مره ثانيه معاك عبد العزيز. ورجعنا مرة ثانية مع المؤثرة في السوشيال ميديا فاطمة المؤمن، وطبعا كنا نتناول عن المحاور اللي هي خاصة بالعالمية، شو يتعاملوا معك هناك كونك كويتية؟ أنا أدري إن في خوش بوش وما شاء الله عليك عشرة وياهم، شلون بعد قاعدين يتقبلون وجودك معاهم؟ يحبونه بشكل مو طبيعي، بشكل مو طبيعي. يعني أنا الحين شفت أكثر من إنفلونسر وبراندات، يعني آخر مرة اشتغلت مع ماركة رمال لندن انزين، ومختارين بس اربع مودلز، كل واحده من فئه السمراء والبيضه والمودلز والهذا، فانا كنت ماخذه اللوك الشرقي الاسبانيش. ما تشوفون التعامل كثر راقي، يعني يعطونك اتنشن كثر السليبرتي اللي موجود بالمكان، وحتى هم السليبرتيز يموتون علينا، فصراحه شيء يعطينا حافز انه يو كيب جوينج يو نو. احنا طبعا قاعد نشوف مقتطفات من الصور اللي ما شاء الله لاقوا نجاح كبير في حسابك على السوشيال ميديا في الانستغرام، ايضا في دبي شالت مشاركاتك الكثيره كثير. دبي هي الملتقى البلوجرز، يعني وايد مهمه دبي لان كل الهيد اوفيسز بدبي، فاي شغل لازم يكون عن طريق دبي تقريبا، فوايد حلو شغل دبي، اكثر شغلنا يكون بدبي. يعني جميل. شغلك يمكن نوعا ما صعب خاصه انت قاعد تطلعين برا الكويت، يعني يمكن اذا كان بالكويت النطاق محدود. اسرتك تدعمك في هذا المجال؟ اسرتي وايد تدعمني، يعني لولا اسرتي كان انا ما استمريت. اكثر شخص وياك دائما؟ خواتي، خواتي وايد، يعني انتقاد سلبي ايجابي، يعني نقدهم ألعن من تعليقات. إذا ما عجبهم شيء يقولون لي بالوجه، وهذا اللي طورني طبعا. لما يكون النقد الأكثر من المحامية مريم ولا من صمود؟ صمود. صمود أكثر، لأن صمود حتى إذا ما نقدتني أنا أدش عليها ها نقدي يقولي لي إيش رأيك، ما أخليهم. وايد شيء حلو صراحة يكون بينكم دعم أسري عشان توصلين رسالتك ونجاحك. بس اللي نعرفه أن أنت عنيدة. اشترت يعني اللي براسك تسوينه. ايه وايد الشخصيه الاقوى بينهم. انا عنيده، الناس يقولون عني عنيده او، بس انا اشوف انا دقيقه اكثر من ما انا عنيده، فالناس لما ما تمشين على هواهم يقولون عليك والله صعبه، صعب التعامل معاهم، بس انا بس دقيقه لان احب شغلي بشكل واحد. ترى ما هي هينه، هي وايد تتكلم بسناب عن علم النفس، تتكلم عن الابراج، تتكلم عن، دائما اسمع هالامور الحلوه اللي تقولينها في السناب. يمكن انت قبل شوي انتقدتي بعض الالقاب، قلتي ان في معايير معينه لازم واحد يتخذها على اساس انه يلقب بلقب معين. صح. ولكن احنا قاعدين نشوف الشارع العربي او الخليجي او الكويتي يسمي هذه الالقاب بدون لا يدري ولا حد في علمه. يعني معقول ان كل اللي قاعد يسمون هذه الالقاب هم مخطئين؟ ان لما يطلقون على احد فاشينيستا تقصد مثلا؟ لا كان الالقاب بس متعارف، يعني الكل يقولوا ما حد قاعد يوجه. لا ترى لا لازم احد يدقق، وما يصير ينقد بجهل، ما يصير انت والله الكل الفاشينيستات، زي اذا انت متابع واحد واحد راح تدري في فرق بين هالانسانه وفي فرق بين هالانسانه، بس ما في دقه، فالانسان اللي يجمع ويعطي تعليق عام هذا يعني من جهل مو دقه. هو ايضا اختلط على قولتهم الحابل بالنابل. بالضبط. بما انك ما شاء الله مثقفه ومطلعه وايضا لك مشاركات عالميه، فهمينا احنا والجمهور عشان نعرف احنا شو اللي نقوله، شو اللي اللقبه، من اللي تاخذ هاللقب، من اللي ما تاخذه، يعني فهمينا شنو الالقاب، وين لازم تكون على يعني اي بنت ممكن لقبها فاشينيستا؟ بالضبط. بشكل عام بدون انا سامي. شخصيا اذا فاشينيستا ان بنيه اهتماماتها مثلا بالفاشن، ممكن بالميك اب، تحاور متابعينها بادب عن هذه المواضيع، فتقولون لها فاشينيستا regardless of the number of followers. يعني ما له علاقه، مو عشان انت عندك فولورز فاشينيستا، ما له علاقه نهائيا. انفلونسر مؤثره،
سواء سلبية أو إيجابية عادي. شنو بعد في بلوجر؟ لازم يكون عندك بلوج. في ناس يسمون روحهم بلوجر بس ما عندهم بلوج. ترى بلوج هو شيء أونلاين تتكلمين عن نفسك. ف they're on Instagram بس ما عندهم بلوج. فشلون أنا أسمي روحي بلوجر وأنا بلوجر؟ كل أبوها مسميهم فاشينيستا. ما نوصل ما نوصل مرحلة تكون ما يصير ما نوصل مرحلة فاطمة تكون في دورات معينة مثلا في ناس دارسين يبدون يعطونها سواء حق الفاشينيستات أو البلوجرز أو أي واحد يبي يدخل في هذا المجال. ما فهمت عليك. لحظة دورات. لو كنتي في مجال لك وتوفرت لك الفرصة والوقت وكنتي أنتي مثلا عندك مثلا مدرب معتمد دولي وتدربين أنتي وتطلقين أنتي فريق من تحتك بلوجر فاشينيستا مؤثرة توعينهم شنو السؤال؟ لو عندي كلاس اعطي الناس اعطي كلاسات حق اللي قاعد يدشون في السوشيال ميديا شنو اعطيهم الكلاسات؟ اوكي طبعا اول شيء لازم تعرف انت شنو الماده اللي تبي تعطيها. شنو الهدف؟ شنو سواء برودكت يعني برودكت يعني تبي تسوقه سواء انت تحب الفاشن لازم تركز على هالشيء. You can lead them ان انت تكونين المدرب. انا اكون مدرب في هذا المجال. والله ام سو بزي ما عندي وقت ادرب. بغض النظر اذا كنتي انت مشغوله ولكن تقدرين. لا كل واحد عنده ماده معينه يونيك. اذا انت ما عندك ماده يونيك تقدمها انا ما اقدر ادربك انت شنو تحب. لان الناس تشوف الشفافيه تشوف اذا انت عندك شيء يونيك. اذا انا ادربك ان شيء تعطيه يونيك انا راح اخذه حق نفسي. اي صح. كل واحد حسب كاريزمته شخصيته. بس ممكن الاستمراريه الجهد بالعمل هذول كل اشياء يعني تساعد كل طبعاً. واحد وين يلقى رسالته وش يقدم فيها بالضبط. فاطمه خلينا نردك على البدايات إيه؟ خلينا نتحكي عن اول اعلان إيه؟ يعني خذيتي شلون تصرفتي يعني البدايات شلون كانت؟ لو صدقين ما اذكر اول اعلان صد؟ بس اذكر ان كان صعب علي كان يعني بالكويت ولا كان بالكويت انزين وانا ما بديت سوشيال ميديا الا بعد الكويت إيه؟ بعد دراستي كنت اشتغل كمهندسه اركيتكتشر فجت لي الشركات ان عندي عدد من فولورز فانا ما بديت ان انا ابي فولورز انا زاد العدد كان تجي لي الشركات فلما جت لي الشركات شويه كنت بكي انه مو عاجبني اي انه ما يعني صار فيني مهندسه ليش اسوي كذي شنو فائدتي اي مو عاجبتني الفائده فكنت وايد بكي بهالموضوع بس بعدين لما تتقبل يمشي كل شيء سهل وايد حلو الصراحه ان الانسان يكون طموح ويكون عنده ايضا ثقافته ودراسته. كان عندك سؤال؟ يمكن خلينا نتكلم عن اكثر اللي يدخلون في المجال هذا ما يوصلون الى العالميه. حضرتك مثلا شوبرد لما يو بداوا يتعاملون معك او هناك مثلا تعاون شنو كان شعورك انه وصلتي الى يعني براند خلينا نقول عالمي هاي كلاس؟ شعور جميل يعني شيء كنت احلم فيه من قبل وما توقعت انه راح يصير كبلوجر مثلا او انفلونسر بالكويت. يعني انا كنت دائما ودي لو اشتغل مع براندات كذي لما كنت ادرس طموح ان كمودل ان تشتغل تشوف فاشن شوز كذي فتخيل لما ارد تحققت الحلم بطريقه ثانيه فكان شعور مو طبيعي وايد حلو. ممكن تردين تعيشين هناك؟ ممكن. اوف ليش عبالي بتطولين بالاجابه؟ ليش ممكن احب العيش هني احب العيش هني وهناك فاحس ان انا اقرب لك الشركات والاعلانات هوسك وحلمك. لا كلها طابع مختلف يعني هني اهلي وهناك يعني لما درست كانت اكسبيرينس وايد حلوه وهناك في ثقافات وايد مختلفه الناس متنوعه اكثر من الخليج فاحب ان اكون بين هالثقافات تكوني المختلفه. في الكويت ويمديش تروحين انت على حسب الجدول المرفق لك مع اداره اعمالك. دائما يمكن اللي يعيشون برا ويدرسون في فتره معينه يحسون بالغربه لما يرجعون الكويت خلاص يحسون ما ودهم يرجعون لان عانوا. انت شكلك ما عانيتي. لا العكس يصير فيك دائما يقول لك لما ترد يصير فيك هومسك مقلوب ان خلاص تحس ان هذاك يور هوم فلما ترد تشتاق له فصعب بس الحين كم صار لي 3 سنين يمكن اي ما شاء الله بس يعني اكيد بعدها معك كل شوي هاجس انك تروحي هناك بس اشوى هو اشتاق حق حياتي الطبيعيه لان مثل ما قلت لكم انا لما رديت الكويت انشهرت فما اعرف الكويت وهي يعني عادي شيء طبيعي. ابي
اخذ منك رد صريح. اوكي. بما انك دائما صريحه. زين. ايش كثر في مؤثرين عندنا في الكويت؟ وايد. وايد. الكويت نمبر 1 ترى. سلبي او ايجابي؟ في سلبي وفي ايجابي نفس اي مجال. اعطينا نسبه بالاثنين. السلبي والايجابي احس وايد ايجابيين لان انا اللي اتابعهم ايجابيين فيمكن احس الكل ايجابي انا ما اتابع الكل بس احس بلا تاثيرنا ايجابي. في ناس اساءوا للسوشيال ميديا بدخولهم فيه من البنات اللي عطوا انطباع عند اكثر من اكثر اكثر الناس ان هذا المجال سيء وناس ينتقدونهم حتى مثلا موضوع اي معرض كان اذا كان في مجموعه من الفاشينيستات خلينا نقول اللي للحين احنا قاعدين نقول هذا دقيق عشان اعرف اجاوب قاعدين ينتقدونهم وايد. اوكي تقصد المعرض مثلاً. انتقاد المعرض صار يعني اي شيء يسوونه يصير فيه هجوم توني جايه بقول يعني بدايه مثلا سالفه المعرض هي مرتبطه بشركه معينه فلما نزلوا اسماء الفاشينيستات صار عادي يقول هجوم بوتيكات صرنا نمون عليهم بوتيكات اي فصار هجوم فاحس اي شيء بحجم كبير له علاقه بالفاشينيستا المراه انا احس شخصيا في ناس تطلع تتكلم بنيجاتيفيتي ولكن هو اعلان. ليش كونترا معهم؟ اشتغل معاهم اكسكلوسيف بس اي عندي كونتراكت معاهم. عشان يمكن البرودكتس اللي تقدمينها وهذه الامور راح يطلع عندك وقت تسوين برودكت معين يكونون خاصين باسمك؟ اي انا الحين قاعد اشتغل على واحد فلا ما يصير كمينغ سون كمينغ سون بس اي قاعد اشتغل عليه ماخذ اكثر من وقتي فعشان كذي يعني قاعد احاول اقلل السفر عشان اركز على هذا المنتج. اي لانه لازم يكون شيء مميز كعادتك مع الجمهور يحب منك دائما المميز. كانت معك فوز الفهد في خلافات بينكم او احنا ما ودنا والله الصراحه ان نتحكى عن خلافات اذا في او ما في بس احنا دائما نسال اسئله عشان نوضح للناس احيانا يصير عندهم لخبطه بان فلانه عندها خلاف مع فلانه. لا انا عموما بالسوشيال ميديا ما عندي خلافات لان مو وايد كلوس مع الانفلونسرز يعني علاقتي معهم وايد يعني سطحيه شوي فما عندي خلافات. صرت مجتمعيه فاطمه؟ لا اجتماعيه بس يعني مو يعني لما يكون عندنا ايفنت اشوفهم وكذي بس مو يومي انا اطلع معاهم واشوفهم وكذي بالعكس. يعني فاطمه وصلتي العالميه وايضا فوز لها يعني جولات وصولات مع العالميه. هذا التنافس ما يخلق شيء بينكم؟ اذا في تنافس احس شيء ايجابي يعني اذا في بالعكس احس انه دافع انه يعني نوصل مكان اكبر واكبر. وثنتيناتكم اكيد انه توصلون لمكان وايد سبورت ايتش اذر. ترى انا اي بليف ان المراه لازم سبورت ايتش اذر فبالعكس اسعد لما احد يطلع والله يعطيني هدف ان انا اطلع بشيء ثاني يعني ليش لا؟ انا يمكن فوز ما شفتها الا من خلال يعني السوشيال ميديا ولكن انت شفتك الحين قدامي احس مختلفين اساسا يعني في ستايلكم في العطاء اللي قاعد تقدمونه حق الناس مختلف تماما. يا تنوع ان شاء الله تكونين انت تحسين نفسك الاولى. الاولى بشنو؟ باللي تقدمينه. لا طبعا انا احب الماده اللي اقدمها يعني دائما لازم تكون شيء مقتنعه فيه. تحسين نفسك الاولى؟ فاطمه كوني صريحه. الاولى بين كل الانفلونسرز؟ لا ما احب انا كومبيتيشن. حين وصلتي العالمية أنا راضية عن نفسي بس ما راح أقول والله أنا إذا بيني تبين خواتك لا لأن لما تقولي الأولى لا لما تقولي الأولى قصدك إن أنا أحسن من أحسن من أحد ثاني فما أحب لا هالشيء. ممكن أنت تشوفين نفسك إن أنا وصلت للتارجت اللي أنا أحبه طبعا أنا في هذه الفترة فأنا أعتبر نفسي يعني أنا نمبر 1 عند نفسي يس أكيد ولا عشان أنا أكيد قاعد أخذك لا يعني انا راضيه عن الشغل اللي اسويه واحس انه اتس اكسلنت فيعني انا من عند نفسي بس انه ما اقول والله انا نمبر 1 بين كل الناس لا يعني هذا غرور لا بالعكس الصراحه انا يعني عن هاللقب طالب يعني قليله من بناتنا الكويتيات اللي وصلوا للعالميه صحيح. ووصلوا لمنابر اعلاميه تعتبر في الخارج وماركات ما شاء الله يعني كل بنت كويتيه تطمح ان تكون عندها هذه الماركه اليوم انت الوجه الاعلاني والاعلامي لها يعني بطريقه مميزه واحنا نفخر فيك الصراحه بما انك انت اساسا انا اقول عن هذا الشيء لان انت سانده نفسك كمهندسه ومثقفه والى جانب هذه الثقافه كانها هي جوب بارت تايم ما انتحكي عن الحين صارت فول تايم صارت فول تايم بس ان انت ما خليتيها هي شغلك الشاغل من البدايه لا اسستي نفسك طبعاً. علميا اي
جميل. يمكن أنت قدمتي أكثر من منتج وبراند، هل تدرسين الموضوع تقتنعين فيه؟ طبعاً طبعاً لازم أدرس الموضوع واقتنع فيه قبل لا يطلع، لأن هذا تحت اسمي وهذا شيء يمثلني، فالناس لما تشوفه هو يمثل فاطمة فلازم يمثلني بدقة. إذا براند كان مميز ولكن ما عجبك، ما 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 تخوضين فيه؟ شنو قصدك؟ أو مطعم يعني شركة معينة؟ يعني إن أنا أسوي إعلان حق شيء لازم أكون يعني شيء له علاقة فيني أكون مقتنعة فيه. رديتي ناس وايد؟ مو وايد، بس دائما اعطي تعليق بناء، يعني مثلا اذا يالي مثلا مطعم مثل ما قلتي ان اسوي اعلان مثلا ما عجبني شيء، لا اعطيهم تعليق انه والله فيها شيء ضعيف ما اعيد الاعلان، او ان اركز على الشيء الزين بالمطعم، واذا في شيء ما يعجبني ما اتكلم عنه. تهمك الماده في الموضوع الاعلانات؟ اكيد، لا لا اكيد، انا ما بالدرجة فيها الاولى مستحة. مو الدرجة الأولى بس تهمني المادة. إحدى الفاشينيستات أو المؤثرات الحين بعدنا ما صنفناهم على حسب ما أنت علمتينا طريقة التصنيف، قالت إنه ما يعطونا مبالغ وايد في الإعلانات في الكويت. منو؟ في واحدة قالت؟ إي زوري زوري أشكناني. يعني كل واحد يتكلم عن نفسه. أول شيء بس أحس بلا أحس إنها تسكت مقارنة بالخارج تعتبر بالكويت أقل؟ لا عادي نفس الشيء، طبعا أنت يعني كل واحد وقدرته وكل واحد على مثلا شنو يحط قيمة مثلا حق الإعلان، فممكن أحد يطلب رقم في أحد يطلب رقم ثاني، فيعتمد. كم صفر قبل رقمك؟ ما أتكلم على الرقم. سويتي شيء مجانا؟ اي اكيد، يعني في اعمال خيريه، في مو اعمال خيريه، خلينا نقول مثلا مشاريع صغيره. اكيد سويت، يعني ما اذكر الحين بس بلا اكيد. اي بس ما تبين تفتحين الباب على روحك؟ لا انا لازم اقتنع فيه، يعني اذا احس شيء شبابي، قوه شبابيه هادفه، واحس اذا المسج عاجبني لا ليش لا. واذا عندي الوقت، هو المشكله ترى كلها بالوقت. صح. يعني ممكن نعطي من نفسنا وايد بس ان اكون دائما مشغوله او مسافره فما تكون الأولوية. مبروك وشي نقول لك. يعني ما شاء الله وصلتي لإنجازات جدا كبيرة من خلال مجالك. هالمرة كفر مجلة، ومو أي مجلة، مجلة عالمية أيضا. الحمد لله. شلون صارت يعني هذا آخر كفر للمجلة؟ أنا ناطرة يحطونها معانا على الشاشة. خلينا نتكلم شلون. صراحة شعور ما شفت، أبي أشوف هذه المجلة. تخيلوا ان هذا الاكزامبل. اها. اي صراحه اول ما يعني قالوا لي ان نبي تصير حق الكفر ما صدقت، يعني قلت ايه قبل لا اسمع شو القصه وليش وهذا. وايد شعور حلو، ويعني مثل ما شفت الاميره رانيا يعني على الكفر. اسامي وايد كبيره والمجله وايد معروفه، ما يحطون اي احد على الكفر. فهذا يثبت لي ان والله فاطمه انت انجزتي شيء يستاهل ان انت على الكفر. فام سو هابي طبعا. وراح يكون عن طريقهم اكيد الفوتو سيشن وهالامور. ترى خلص يعني بتنزل ديسمبر. اي قاعده احنا لان ما نزلت عندنا شهر 12 ان شاء الله. ننتظرها اذا، ونقول لك مبروك، الف مبروك لهالانجازات اللي قاعد توصلين لها بيبناك من خلال تعبك وجهدك. حبيبتي مشكوره. جميل. يعطيك العافيه. يمكن اكيد دائما يعني تعطين بعض الرسائل خلينا نقول للبنات اللي يتابعونك. انت اليوم في عسيف، شنو الرساله اللي ودك تنطلق منك للبنات اللي يتابعونك في السوشيال؟ حق اي وحده حابه تكون فاطمه. لا تصيرين فاطمه، صيري بليف ان يور سيلف، يعني امني انت شنو، انت شنو شنو تقدمين، صيري يونيك ولا تخجلين من الماده اللي تقدمينها. اي ثقه بالنفس طبعا. شكرا لك. ثانك يو. شكرا على وجودك معنا. يعطيك ألف عافية وألف مبروك على كل ما قدمتي من خلال مجالك، وتستاهلين هذا وزيادة بعد. إن شاء الله نشوفك في يعني على قولتهم مراكز أكبر وأكبر من المراكز العالمية. وكنا حابين نعرف عن جديدك، إن شاء الله ننتظره معك على السوشيال ميديا. إن شاء الله. عشان كده أدري كل جمهورك حاب يعرف يعني شنو بتقدم لهم فاطمة جديد. إن شاء الله. في كلمة أخيرة تحبين تقولينها؟ والله مشكورين على استضافتي على البرنامج، وايد مرتب. والله مشكورين. ثانك يو. ثانك يو فاطمه على وجودك معنا، وما شاء الله معاها موكب اداره اعمالها وياها موجودين والكل قاعد يحفها. ان شاء الله تصوير. موفقه خير ان شاء الله بكل مجال تقدمينه ان شاء الله في القادم. شكرا حياتي.